بالفعل بدأت العد التنازلي لموسم بداية السنة الدراسية الجديدة، بنتكلم عن حاجة وعشرين يوم تقريبا. بس بدأت الأمهات بقى وجروب المامز تستعد. في سؤال طبعا مهم كلنا بنسأله لنفسنا وبنسأله للمتخصصين، هنستعد ازاي وايه المهارات اللي لازم تكون عندنا أو متوفرة عند كل أم، وخصوصا لو طفلها هيبدأ أول سنة دراسية، علشان تقدر تساعده في مشواره التعليمي والتربوي. خلاص يا دينا، كل سنة وكل حضراتكم طيبين. أجواء المدارس بدأت تهل خلاص، يعني أيام قليلة كده والأباء وبدأوا يستعدوا الأمهات في تحضير ولادهم لدخول فصل دراسي جديد. هنعرف تفاصيل أكتر مع دكتورة ريموندا رؤوف، الاستشاري التربوي والصحة النفسية والاستعدادات لعام دراسي جديد. أهلا بيك دكتورة ريموندا. أهلا بحضرتك. منورانا ومشرفانا. ده نور حضراتكم، شكرا جدا. أجواء بدأت كده شوية تتكهرب قبل المدارس، الأمهات والأباء وكله بقى بيبتدي يحضر الحاجات والاستعدادات للمدارس. حقيقي. لو أنا عندي أول طفل وأول مرة أمر بالتجربة دي كأم وكأب، وببتدي أحضر له الحاجات عشان يروح المدرسة، أتعامل معاه إزاي في الفترة دي؟ هو الحقيقة أول طفل دي بتبقى تجربة صعبة على الطفل وعلى ماما. يعني فكرة أنه حبيبي هيبعد عني كل ده، أنا يدوب كنت بوديه الحضانة وقته وباخده، فهي بتبقى تجربة صعبة ولازم نعترف بده. ففي شغل هيبقى عليا لنفسي وشغل على الطفل نفسه. أول حاجة على نفسي أن أنا الخوف الزيادة عند الأمهات نحاول نهديه شوية. احنا الأمهات بيكون عندنا خوف ورهبة بزيادة جدا، ولا مش هسيبه، ولا أنا خايفة حد يزعقله، لا أنا خايفة حد مش عارفة إيه. احنا مش مهمتنا إن احنا نحمي أولادنا من الإحباطات، احنا مهمتنا نساعدهم طول حياتهم يتحملوا الإحباط. في فرق كتير ما بين الاتنين. فأنا هحط في بالي هو هيتعرض لإحباط، لازم يتعرض لإحباط عشان يتدرب لحياته، ولكن مع الوقت هعوده أو هكون معاه عشان يتحمل هذا الإحباط عن طريق حاجات كتير. أهمها فكرة التواصل بقى، دايما في التواصل مع طفلي. تواصل قبل الدراسة، حبيبي أنت هتروح المدرسة، المدرسة دي غير الحضانة، فيها رولز، فيها قواعد كتير بنلتزم بيها، هي صعبة شوية بس أنت تقدر تتدرب عليها. دايما نقول لأولادنا أنت هتقدر تتدرب، مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة سهلة، إحنا بنتدرب عليها. أول يوم ممكن نحس إن إحنا متضايقين، قلقانين إن ماما هتمشي، قلقانين إن بابا مش معانا، بس إحنا بنوعدك إن إحنا بنيجي في الميعاد، بنمهد له. فكرة التمهيد نقطة مهمة جدا في التواصل مع الطفل اللي لسه داخل ده. حبيبي هو يعني لا حول له ولا قوة، هو المجتمع جديد، أطفال كتير، نظام، جدول، حاجات ماشية ورا بعضها، لا فين الهيصة بتاعة الحضانة والحاجات البسيطة والألعاب والكلام ده فين؟ الحقيقة المدارس بتعمل حاجة حلوة، أنا أول يوم بيبقى يوم فيه بهجة شوية وفيه احتفال وفيه ترحيب جميل بالأطفال، وده بيساعد جدا الأولاد. ففكرة التواصل والتمهيد دي أول نقطة مهمة جدا للطفل الصغير ده وهو داخل. يخش بقى هيعيط أكيد، يعني هو أكيد ما عيطش أول يوم، هيعيط تاني يوم، هيعيط تالت يوم، كده كده هيعيط. مش معنى إنه عيط يبقى أنا فشلت. كتير قوي الأمهات، إحنا الأمهات بالذات يعني خلينا نعترف إن إحنا بنحس بالإحباط شوية لو عيط. لا عادي مفيش مشكلة، حبيبي أنا حاسة بيك جدا، أنا أول يوم مدرسة برضو وأنا صغننة، ده أكيد حصل لنا كلنا، مفيش مشكلة، أنا جنبك وبساعدك، أعمل لك مثلا ليمون نشربه سوا ونهدى شوية، بكرة هيبقى يوم أحسن، إحنا مع الوقت هنتعود. طب هدينا، إيه بقى الموقف اللي خلانا نعيط؟ نقعد بقى نعمل معالجة للموقف، فكرة المعالجة، ودي مهارة مهمة جدا. يعني إيه معالجة؟ يعني بنقعد نستعيد الموقف ونمثله. مثلا صاحبي زقني في بريك، طيب أنا همثل صاحبك اللي زقك، تعالى كده همثل ومشيت وزقيتك، هيضحك طبعا وفان وكده، ده عادي، ده لازم. وبعدين هي هتعمل ايه؟ فكر كده هترد ازاي؟ حاسب، خد بالك لو سمحت ما تزقنيش. فانا بعلمه مهاره ايه؟ التواصل مع الاخرين، دي حاجات طبيعيه، لان الاطفال الصغننه حبايبي هم لا قصدهم يزقوا ولا يوقعوا، لسه مش عارفين يتعاملوا مع بعض. فاول يوم مدرسه يعني احباطات، بس نعلمهم يتعاملوا مع هذه الاحباطات بشكل جيد. هل في المدرسه ليها دور؟ يعني انت كأم ممكن اتواصل مع المدرسه علشان نعدي الفتره الاولى في سنه اولى دراسيه للاولاد؟ يعني في امهات مثلا بتجيب هدايا وتروح تديها للمدرسين وتقول لهم ادوا الهدايا دي للولد مثلا او للبنت علشان ما تحس ان هي في حافز ليها، فرحانه بلعبه او اي حاجه من ده. ممكن تعمل ده؟ في بصي، هو بصراحه انا يعني دلوقتي المدارس هي اوريدي بتعمل كده، فبلاش اكون بتدخل بصوره زياده، خلي الدنيا تمشي زي ما هي. يعني تمشي زي ما هي ليه؟ عشان ما عودش الطفل دايما ماما معاها الحلول السحريه لكل مشكله انا اتعرض ليها، مش عايزاه يحس بكده. انا عايزاه انت بتعتمد على نفسك شخصيه، يو كان، انت تقدر، يعني انت عندك الابيليتي. عارفه ساعات من كتر ما بنساعد ولادنا بنحسسهم بالديسابيليتي، بعدم القدره، مش هقدر اخد خطوه. خاصه عندهم اعتماديه بشكل كبير. اشكرك، انا عندي اعتماديه، مش هعرف اخد خطوه من غيرك. لا انا مش عايزه طفلي يبقى كده، انا عايزاك تكون قادر ان شاء الله، يعني انك تكون قادر تعمل الحاجة
الحاجات بنفسك. فكده كده احنا بنشوف المدارس اول يوم بيكون في حتى بيخشوا بابا، انا في البيرنتس افتكر مع بنتي دخلنا اول يوم ووقفنا معاهم شويه ورحبوا بيهم وجابوا لهم كاندي صغنن كده، وكان في جاردن كده قعدوا فيها شويه، وبعدين ابتدوا يخشوا في الفصول واحده واحده كده، حتى الفصول شكلها بيبقى مختلف في اول سنه. فلا المدارس كده كده شغاله، بلاش تدخل بصوره زياده، سيبها زي ما هي. ساعات كتير من حبنا لاولادنا بنخاف عليهم زي ما حضرتك قلتي، بيبقى في خوف مبالغ فيه في بعض الاحيان، وكمان بنحاول دايما نبقى معاهم في كل تفصيله صغيره. وعايز بس حضرتك توضحي الفكره دي، يعني مثلا هو رجع البيت فلما يكبر شويه لازم انا اذاكر له، لازم اقعد معاه اشوف هو خد ايه النهارده. الطفل بيكبر ما بيعرفش يعمل الحاجه الا من خلال باباه او مامته. حقيقي. ازاي اتجنب المسار ده، الطريق ده، ان انا ازاي اخلي ابني من دي 1 او من اليوم الاول يتعلم ان هو يحصل دروسه لوحده من غير مساعده الاب والام؟ من خلال حاجتين بقى، انه الاتفاق والتخطيط، دي مهارتين برضو ايه اشتغل عليهم الاول، وحتى وطفل لسه ايه صغنن كده. يعني ايه اتفاق؟ يعني انا او قبل دخول الدراسه، صغير بقى او كبير على حسب مستوى العمر للطفل، احنا هنتفق داخلين على ايه وهنخطط هنعمل ايه مع حاجتين مع بعض كده. طيب الاتفاق انه هيحصل كذا وهنروح وهنرجع كذا، مثلا كنا بنستخدم التاب او الموبايل لوقت معين، ده خلاص في ناس بتشيله خالص وفي ناس بتخليه في الويك اند بس، ده اتفاقات لازم تكون مسبقه. وفي الاتفاق ده حلو، ايه رايك؟ مش ده احسن عشان نلاقي وقت فانا بحسسه ايه؟ لا ده انت معاك الباور، ده انا باخد رايك. يعني في الاخر احنا كده كده ما احنا هنقوله تفتكر يعني لو احنا استخدمنا كل يوم ده هيخلينا ما نفكرش. ما خدي بالك بقى، احنا في الاخر هنوصل للصح كده كده. دينا متضايق من التربيه الايجابيه او من قبل حسيت ما اتكلمت معاك. لا هي فكره، على فكره معاها كده، احنا اصلا فاهمين التربيه الايجابيه غلط، والميديا مسوقه سمعتها بشكل صعب. هي بتعتمد على الحب والحزم، من ضمن ادوات التربيه الايجابيه الاساسيه ممنوع الدلع، متخيلين؟ عشان كده ده مدرسه هي دلع بس. لا مدرسه التربيه الايجابيه ما فيهاش دلع، لان الدلع لازم في حوار وتواصل واقناع واتفاق. وفي الاخر البيرنت اب او ام هو الليدر. يعني في حد الشعار بتاع التربيه الايجابيه انا بحبك، والاجابه لا مش هينفع، مش من ضمن مبادئنا، مش من ضمن قواعدنا، مش هينفع نكون بمخربين، مش هينفع نكون ما بنحترمش الاخر، ملوش علاقه بالتربيه الايجابيه، ده ما فيهوش تربيه اصلا. يعني ما فيهاش حاجه، ما فيش حاجه اسمها كده. لازم في اوقات معينه الاب والام يبقوا حاسمين جدا. لا ده احنا مهم. احنا دايما بنقول الحب والحزم دول ماشيين سوا زي الرجلين او زي الشهيق والزفير. انا بحبك وبرضه لا، يعني انا بحبك في كل الاوقات بس برضه مش هينفع. فدي نقطه مهمه جدا. يعني بتبدا المشاكل في البيوت المصريه مع بدايه الدراسه. يعني اللي بيبقى فيه فجوه كبيره جدا بين الامهات والابناء بسبب المذاكره، وبسبب ان معظم الامهات بتبقى في حاله عصبيه كبيره جدا خلال ما عندهاش المهاره انها تذاكر لاولادها، بس هي مضطره وحاسه من واجبها انها لازم تتابع المذاكره وتذاكر بنفسها معاهم خطوه بخطوه. اللي ما عندهاش المهاره دي تتعلمها ازاي؟ ولو حست كمان ان هي خلاص بتخسر اولادها تبدا تتصرف ازاي؟ نقطه مهمه قوي وممكن متعلقه برضو بالسؤال اللي فات، لان احنا فعلا محتاجين نظبط الحته دي. احط في بالي دايما بحب افكر ايه، مش بفكر في طفلي في الوقت الحالي، انا بفكر هو شخص في المستقبل. صحيح. عايزه يبقى عامل ازاي؟ ده الهدف، ده الرحله بتاعتي. فانا في المستقبل عايزاه شخص معتمد على نفسه زي ما حضرتك قلتي من شويه. طيب هل المعتمد على نفسه ده محتاج ان انا كل فتفوته اكون بتدخل فيها انا هساعده يعتمد على نفسه؟ لا مش هساعده. فنرجع لحته ايه، لحته التمهيد والاتفاقات والتخطيط. طب انا هعمل ايه في الاول؟ طبعا محتاج مساعده كليه، يعني بنرجع بنتعود انه بنفتح الشنطه ازاي، بنطلع الحاجات اللي ورانا ازاي، لان شعار الطفل خدت ايه النهارده؟ خدت بونبوني، يعني مفيش حاجه تانية. خدت ايه في مش فاكر، مش عارف. اكلت السندوتش حبيبي، لا بتكلم على الدراسه، مش بيفتكروا خالص. والحمد لله المدارس عملت لنا تشانل بوك. الحمد لله. الحمد لله. وجروب الماميز مش مقصر معانا في مقصر باي حاجه خالص. الحمد لله. فاحنا بنساعده لان هو مش بيفتكر على فكره، ودي على فكره عند كل الاطفال، بنطمن الامهات، وبالتالي احنا بنساعده واحده واحده. عندنا ده، عندنا ده. طب انا هقعد معاك، هنبدا اول سطر وهقوم اعمل مثلا الغدا، وتكون كملت الصفحه دي او تكون كملت الصف ده. فانا بعوده ايه؟ واحده واحده. انا هرجع بسرعه، انا هعمل لك الارت يرن تكون خلصت، كاننا في سباق، شوف انا هخلص الاول ولا انت هتخلص الاول. بشكل كأنها لعبة. كانها لعبه. هي نخلص، خلصنا الصف ده، يلا هنخلص الصف اللي بعده. فانا في فرق ما بين الملاحظه، كل شويه بلاحظ وبخلي بالي بتابع وبتابع، ما بين اني فوق راسه، فوق راسه هو هيتعب وانا كمان هتعب. وزي ما قلتي نقطه مهمه جدا، احنا ممكن نخسر بعض. صح. فانا وانا هتعب، انا عندي طاقه كأم، انا مش هقدر اتابع كل ده. بيبقى برضه ستريس او ضغط على الاب والام، طبعا اكتر الام، يعني فكره ال
التعامل المباشر ده بشكل يومي مع الأطفال، لأنه في ضغوطات شديدة جداً. الأم ممكن تكون تشتغل، في ضغوط في البيت كتيرة، هنا إزاي الأم ممكن تظبط هنا بقى فكرة التربية والسلوك، يعني من سلوكها من انفعالاتها كمان. بنشوف كتير جدا أمهات بيخرجوا عن شعورهم، بيتعاملوا بحدة في بعض الأوقات، صوتهم بيعلى، إزاي ده ممكن الست أو الأم تتحكم في مشاعرها، يبقى في ضبط الانفعالات لو الولد كان أو البنت كان في عناد أو ما استجابتش لأي حاجة الأب والأم بيقولوها. هي أول حاجة احترم تفرد الطفل، يعني كل طفل متفرد، مش شرط كلنا نكون عندنا ذكاء اكاديمي، يعني في عندي في حاجه اسمها الذكاءات المتعدده، مش لازم ابقى عبقري يعني مش عبقري، ومش شرط اجيب الدرجه النهائيه على فكره، لازم احترم الفروق الفرديه، خصوصا لو اتنين اخوات كمان. صحيح. بتلاقي في مقارنه دايما، حتى لو أخوك اشطر منك حقيقي. والمفترض ان انا كأم براعي ده حقيقي كبير. وعارفه من ضمن الضغوطات ايه؟ انا شايفه الام دي ابنها جايب 100% وشايفه الام دي جايب 90%. انا بقى من جوايا الشعور، لا انا احترم تفرد ابني. دايما بنقول للاطفال احنا كلنا عاملين زي طبق الفاكهه، يعني مفيش حد فينا زي التاني، ومن نعمه ربنا علينا ان احنا مختلفين لنتكامل مش لنتنافس، في فرق كتير ما بين الاثنين، وبالتالي الاطفال مختلف، كل واحد متفرد مفيش مشكله. فانا احترم تفرد ابني، ودايما اشجعه على المجهود مش على النتيجه، لان المجهود في ايديا، انا شايفاه تعبان بيعمل الحاجات اللي يقدر عليها، عمل اللي عليه، عمل اللي عليه، جت النتيجه خلاص، انت جبت النهارده 5 من 10، المره الجايه هنجيب كام ان شاء الله؟ 6 من 10. فاهم الفكره؟ مش احسن من صاحبك، مش احسن بالزبط. مش عارفه ايش معنى ده عمل كده وانت مش قادر ليه؟ اشكرك. انت بتبقى احسن من نفسك. قارن شعارنا نفسك دايماً بنفسك. هو ده شعارنا، قارن نفسك بنفسك، ما تقارنش نفسك بحد. انا جبت ايه وهبقى ايه؟ انا اجتهدت ازاي؟ هجتهد اكتر، لانه احنا بنشتغل على مجهودنا، والنتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد تاني. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، بنصح كل ام عشان طاقتنا بتروح بسرعه وقت المدرسه، طالما عندك شغل، انا بقول شوف الشغل بصراحه شكل من اشكال التفريغ، يعني احنا لما بنروح شغل وبنفصل عن جو البيت والحاجات طبعا بقى بتاعت البيت وكل حاجه وعن الطفل، ده في شكل من اشكال التفريغ. وكمان لو مش بتشتغلي، لو سمحت ممكن تتمشي الصبح ساعه كده بعد المدرسه، خدي وقت تنفسي بس، لانه فعلا احنا محتاجين نتنفس، لانه من كتر الضغوطات بتبقى صعبه جدا وشديده قوي، فبنخرجها على الطفل. لا احنا مش عايزين نخرجها على الطفل، فهحاول اتنفس. على فكره حاجات بسيطه، احنا لو خدنا شاور هنهدى، شربنا حاجه سخنه بس واحنا قاعدين هنهدى. كل حد ليه طريقته في انه يتنفس عشان ما يجيش على طفله. يمكن محمد كان بيتكلم عن الامهات ممكن تخرج عن شعورها، الاباء بيخرجوا من البيت بقى في وقت الدراسه، هم بيخرجوا طول اليوم بقى مش بيخرجوا من شعورهم، بيبقى في دوشه وفي خناقات ومامتهم بتتخانق مع الولاد او البنات. مش قادره احل المشكله معانا على فكره، المفروض تربوا معانا على فكره عادي. انا هترك لك الامر وامشي. طيب لو انا بقى كأم مثلا مش فاضيه فعلا ان انا اذاكر لاولادي، وبحس بالتقصير دايما من ناحيتهم، ازاي اتصرف في الموقف ده؟ وازاي اقدر اتابعهم برضو، يعني او اتعلمهم ازاي مهاره ان هم يعتمدوا على نفسهم؟ لان انا مثلا ممكن كأم اكون مشغوله. ممكن اولا انا مش شرط دايما اكون بذاكر، في امهات فاكره من ضمن مسؤولياتها في الحياه انه انا لازم اذاكر لطفلي، فانا لو قصرت يبقى انا دايما بحس بالتقصير، واكيد عارفه يعني ايه احساس التقصير ده، بيبقى مرعب، بالذات مستمر بيبقى مرعب. لا مش من ضمن مسؤولياتي، انا مسؤوليتي ان انا اعودك تذاكر لوحدك. صحيح. فمش شرط كل ما يجيب درجه قليله شويه اروح انا اوجع في نفسي واحس بجلد الذات زي ما حضرتك بتقولي، لا مش خلاص عادي، المره الجايه افضل. فانا مع الوقت هساعده يعتمد على نفسه، فهشوف تولز دلوقتي الحمد لله، يعني لو فتحنا كده اليوتيوب وعملنا سيرش على اي ماده هلاقي كميه حاجات مشروحه قد كده. انا بعمل كده ساعات مع بنتي، شوف الليسون ده او الدرس ده ممكن هنا مين ده بيعمله ازاي، وده بيقوله ازاي، وده بيقوله ازاي، نعود ولادنا ما يكسفوش في المدرسه. لو انا مش عارف ارفع ايدي اقول مش فاهمه الحته دي، ممكن حضرتك تشرحها لي تاني، ممكن بعد اذنك تقول لي ده تاني، فاعود ولادي ان هم يكونوا مركزين في المدرسه، يحاولوا يسالوا لو مش فاهمين، لان من كتر اعتمادهم على ماما ممكن يسقطوا المدرسه، مش مركز مشكلة. ماما هتشرح لي بقى. لا حبيبي ركز في المدرسه، ركز كويس، وانا ممكن اعيد معاك، نقرا معاك. كمان حاجه مهمه، كلنا فاكرين المذاكره ان احنا لازم نقعد 3 ساعات متكهربين ورا بعض، لا مش يعني يعني العلوم اثبتت انه مش دي افضل حاجه. طب. لا بالعكس، ممكن اذاكر 25 دقيقه حتى قالوا بالظبط، التحصيل فيهم مركز جدا، 25 دقيقه واطلع اتحرك 5 دقائق اتحرك، مش همسك موبايل، بس مش همسك موبايل ولا تابلت لانه بيفصل. لكن اتحرك واقول له اجري، تعالى نعمل كيك، تعالى نعمل بيتزا، تعالى نعمل اي حاجه، ونرجع تاني نذاكر 25 دقيقة، هتلاقي التحصيل أعلى، كأن المخ إيه يهدى ياخد بريك ويرجع تاني، فده بيفرق جدا. طب دكتور ريموندا نروح بقى لدور الأب. مهم جدا. دي مهم قوي. جدا. يعني طبعا ربنا يقول ما يهربش لما يلاقي في خناقة في البيت. يا ريت. دور الأب في رأي حضرتك المفروض يعمل إيه؟ المفروض إزاي يساند ولاده وزوجته
في التربيه، لانه كتير للاسف فكره مغلوطه، انا اباء او ازواج بيرموا الهم على الام، هي انت بقى اللي هتذاكري وانا مشغول ولسه راجع من الشغل وعايز اريح شويه، يعني اللي هي التفاصيل اليوميه في البيوت المصريه حقيقي. لكن الاب مهم جدا طبعا، ليه دور مهم. حابين نتعرف من حضرتك كده الدور اللي ممكن يقوم بيه الابن، الاب عفوا، عشان نضمن تربيه سليمه في سنه اولى دراسه. يعني انا بشكرك على السؤال ده، وهستغله انه نعمل دعوه للاباء يعني في مجتمعنا، يا جماعه البيوت محتاجاكم، مراعين جدا جدا الظروف والضغوط، ومراعين ان ممكن الاب بيشتغل شغلانه واتنين عشان ظروف البيت، بس الساعه اللي هتقعد فيها ابنك محتاجك، وبنتك وبنتك محتاجاك، وبيتك ومراتك محتاجين لك. يعني في دعوه عالميه كانت موجوده او موجوده الى الان، العالم يحتاج الى اب، بسبب انه البيوت مفتقده الاب، واهميه الاب والتربيه فيها مشكله بسبب عدم وجود الاب. مش بنقول تبقى موجود 24 ساعه، مستحيل اصلا، بس عارف الساعه اللي انت موجود فيها هتفرق جدا، هتفرق انك تتواصل، إيه انت كويس حبيبي، انا بطمن عليك، معلش انا يومي فيه ضغط شويه، انت يومك عامل ازاي، ايه ماما الاخبار، ولو سمحت يا ماما وبابا هو داخل بلاش لسته الشكاوي اللي بتقعد تكهرب بابا، فبابا يخش بقى تنين ولادك عملوا طلع نار من بقه ولادك تعالى شوف ولادك، انا شوف عمل كذا وكذا وكذا، ولو ده حصل يا بابا برضو وبابا بيطلع هو الطيب وماما هي الشريره، اه بس او العكس صدقيني، والله مظلومين جدا والله. ايوه بامان، هي الفكره بس في مشكله من ناحيتين، يعني ماما مش وقته يعني يحل المشاكل، لانه ما ينفعش على فكره الاب يشد وماما ترخي، دي مشكله غلط خالص. احنا الاثنين عندنا قواعد ثابته، واحنا الاثنين عندنا حب، فاحنا الاثنين مع بعض. ده اللي بقى انا عايزه اسال حضرتك عليه، لان بيحصل دايما عدم تناغم ما بين الاب والام، يعني الام تقول اوردر او قرار معين في حاجه، الاب يكسره، مشكلة. دي مشكله كبيره. ازاي يكون في توافق ما بين الاب والام اصلا في طريقه تربيه الاولاد؟ بحب جدا جمله انا هرجع لبابا، انا هرجع لماما. اصل ايه، بصي جواز يعني ايه، يعني احنا اتنين واحد، جسد واحد، جسم واحد، يعني حد هو ممكن ايد تعمل حاجه اليمين والايد الشمال تعمل حاجه تانية، احنا اتنين حاجه واحده. فانا دايما بحب الاطفال وهم وانا بتكلم معاهم، دايما بابا بيقول انا هرجع لماما، دايما ماما بتقول برجع لبابا، فده يعني ايه، احنا اتنين هناخد قرارنا سوا، لان الطفل بيتعلم التحايل وبيبقى عنده شيء من الذكاء رهيب، اللي مش هاخده منك هعرف اخده منه، يعني فاهم الفكره ازاي؟ لا احنا دايما يكون في تواصل، لان الطبيعي يكون في تواصل، فاحنا هناخد قرار سوا حتى في اهيف الحاجات. حتى لو عايز حاجه حلوه زياده هو ممكن تكون ماما رفضتها، فيروح بحنيه او بنت بقى حنيه وكده لبابا عشان عايزه، طب انا هشوف هي ماما قالت ايه، طب نشوف ماما الاول وبعدين ناخد قرار سوا، احنا بنحبك بس لازم ناخد قرار واحد. ففكره هرجع لبابا او هرجع لماما ده بتبقى حل حلو قوي. انا اقتنعت بالتربيه الايجابيه معاكي بجد بجد، حاجه حلوه خلاص، انت اقنعتيني، عملت انجاز كبير قوي، الحمد لله الحمد لله، انا اقتنعت بالتربيه الايجابيه وانا في طريقي للاقتناع بالتربيه الايجابيه، الحمد لله بدا اشارك في البيت معاهم. نورتينا يا دكتور، نشكرك شكرا جزيلا. دكتور ريموندا رؤوف استشاري تربوي وصحه نفسيه، نورتينا في برنامج صباح الخير يا مصر. نورتينا وشرفتينا دكتوره، استفدنا جدا من كلامك.